جاسم يعقوب بالله بطريقة الكبار سامويل روزا يسجل لكبير القوم العميد النصراوي يتقدم الآن بالضربة الثانية الثالثة في المباراة هدف ثالث يعمق جراحات الإمارات بلمسة على طريقة رابح مجر يسجل فيها هدف رائع جدا هدف جميل جدا سامويل روزا لاحظ اللقطة نجريد لعبها صح جاسم يعقوب عرفها صح وصلت صح يا عيني يا سامويل روزا يسجل بالكعب يسجل بالكعب على طريقة رابح مجر على طريقة جرافيتي على طريقة كبار مروا من هنا مرت الكرة وصلت إلى شباك أحمد الشاجي سجل العميد مرة أخرى لأنه الأزرق العنيد ليضيف هدف ثالث في المباراة تبديل موفق للسيد يوفانوفيتش بنزول اللاعب سامويل روزا ليرفع المحصلة إلى 3 أهداف مقابل هدف في المباراة.